Hello everyone and welcome to my IGTV. بما أننا قاعدين في البيت فأنا حابة أنه أنا أطور مهارة خمس سنين عانيت أني أنا ما عندي هذه المهارة اللي هي مهارة الطبخ. طبعاً أغلبكم عارف أن أنا كنت عايشة لحالي في الغربة خمس سنين أدرس. حتى الغربة ما علمتني أن أنا أطبخ، لكن الحجر المنزلي علمني الطبخ. اليوم راح نسوي طبق من المطبخ الصيني اللي هو التشاينيز فرايد رايس، الرز الصيني المقلي. على الغالب الرز الصيني المقلي يسوونه مع الخضروات فقط، لكن انا حبيت ان انا اضيف لحم واضيف ربيان. ممكن تضيفون تشيكن اذا انتم حابين، لكن انا راح اكتفي في اللحم والربيان. So let's start. نقعت الرز البسمتي بالماء، هستخدم الكزبرة مطحونة، البابريكا، فلفل أسود، إذا حابين البيبي كاروتس وايد يطلع حلو، والبيبي كورن، بس أنا ما كان لي خلق إن أنا أروح السوبر ماركت، وملتزمة بالحجر الصحي، فاستخدمت اللي أنا أريد عندي في البيت اللي هو الخضار الميكس فيجيتابلز، وهذا كان من ثلج سلقته بالماء. الملفوف الابيض قصصته شرايح ضعيفه. احلى شيء بالنسبه لي بالرز وبالاكل الصيني هو الملفوف الابيض، اتس ماي فيفرت. راح استخدم كمان البصل الاخضر، قصصته كمان شرايح ضعيفه. البصل الابيض طلبت من اللحام انه هو يقصص لي شرايح ضعيفه مثل شيء. ربيان اخذت ربيان مثلج لانه كمان ما عندي ربيان فريش، وسلكت الربيان بالماء فيسهل علي لما انا احمسه. بصفت زيت زيتون، زبده، ساسمي اويل، والاويستر صوص. اذا مش حابين تضيفونه ما في اي مشكله، تكتفون بالمقادير الموجوده اوريدي. يعني هذا الرز المنقوع بالماء راح اسلقه، طبعا راح اسلقه ثلاث ارباع حبيب الملح على الرز. حط على النار لما شوي يبدأ عندي الملفوف، نفس الوقت كنت أقول لكم راح أسوي بيض مخفوق. هذه الخضرة for what?